ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين اخبار اون تايم. حقيقه دايما بنقول ان من رحم المعاناه دايما يولد الامل. هذا ما ينطبق على اتحاد رفع الاثقال واللي كان من سنتين مجمدا بسبب المنشطات لمده عامين وحرموا الايقاف من المشاركه في اولمبياد طوكيو الاخيره. ولكن بعد الدعم الكبير اللي حصل من قبل مؤسسات الدولة المصرية لاتحاد رفع الأثقال والمساندة اللي حصلت لأبطالنا في رفع الأثقال من الدولة المصرية، نجوم رفع الأثقال عادوا من جديد لمنصات التتويج، حيث استطاعت نجمة المنتخب الوطني سارة سمير حصد 3 ميداليات ذهبية في منافسات بطولة العالم وزن 76 كيلوغرام، حيث توجت بذهبية الخطف بعد نجاحها في رفع ثقل قدره 113 كيلوغرام، كما توجت بذهبية الكلين بعد رفع 148 كيلوغرام لتتوج بذهبية المجموع بقيمة 261 كيلوغرام. واستضافت المكسيك بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال واللي أقيمت خلال الفترة من 10 ل 19 يونيو 2023، وتمكن لاعبو المنتخب الوطني من احتلال المركز الثالث في البطولة برصيد 14 ميدالية متنوعة بواقع 6 ميداليات ذهبية و5 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية. واستطاعت ناشئات المنتخب الوطني رفع الأثقال من انتزاع 11 ميدالية متنوعة، حيث حصلت نور عصام على 3 ميداليات فضية في منافسات وزن أقل من 55 كيلو جرام. كمان تمكنت حنين أحمد من الحصول على فضيتين في وزن أقل من 59 كيلو جرام في الكلين والمجموع وفي المنافسات وزن أقل من 81 كيلو جرام. تمكنت شمس أحمد من الحصول على 3 ميداليات برونزية. طيب كمان تمكنت رحمة أحمد من الحصول على 3 ميداليات ذهبية في منافسات وزن أقل من 76 كيلو جرام. طيب في منافسات الشباب تمكن الرباع محمود حسني من الحصول على 3 ميداليات ذهبية في منافسات 89 كيلو جرام. حقيقة لازالت إنجازات رفع الأثقال مستمرة، وبإذن الله اسم مصر يكون دائما على منصات التتويج من خلال أبطالنا، أبطال مصر سارة سمير ونعمة سعيد وكريم كحلة ومحمود حسني. طبعا كل التوفيق ليهم أبطال مصر اللي مشرفينا.